السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي الطلبة، بناتي الطالبات الشهادة الإعدادية، في هذا الدرس الأول من هذه السلسلة وفي هذه الحلقة أو في هذا الدرس سنشرح الدرس الأول اللي هو في أول درس في الوحدة الأولى اللي عنوانها Facts and Figures، والدرس الأول اللي هو Time Zones. نتمنى لكم متابعة طيبة ونتمنى لكم الاستفادة بإذن الله تعالى. نبدأ الآن في الدرس الأول أو الوحدة الأولى، الدرس الأول في الوحدة الأولى Unit 1 اللي هي بعنوان Facts and Figures. Facts and Figures بمعنى حقائق وأرقام، هذا عنوان الوحدة الأولى 1.1، الدرس الأول في الوحدة الأولى Time Zones. Time Zones بمعنى المناطق الزمنية. Exercise A: Discuss these questions in groups. ناقش هذه أو ناقشوا هذه الأسئلة في مجموعات. Then read the text to check your answers. ثم اقرأ النص لتتأكد من إجاباتك. Question 1، السؤال الأول: What's the time in Libya right now؟ كم الساعة أو كم الوقت في ليبيا الآن؟ لنفترض أو لنفرض أنها الساعة التاسعة، هنقول It's 9 o'clock or It's 9 a.m. It's 9 a.m. التاسعة صباحا. السؤال الثاني: Do you know what the time is in London؟ هل تعرف كم تكون الساعة أو كم يكون الوقت في لندن؟ يعني في نفس الوقت اللي احنا قلنا فيه It's 9 o'clock or It's 9 a.m. كم الوقت الآن في لندن؟ I think it's 8 o'clock. 8 a.m. الثامنة صباحا. طيب في ليبيا الساعة التاسعة، في لندن الساعة الثامنة في نفس الوقت. السؤال الثالث يقول لي Why is it different؟ لماذا هناك اختلاف؟ لماذا هذا الاختلاف؟ لماذا الوقت مختلف بين ليبيا وإنجلند أو لندن؟ إجابة هذا السؤال في النص التالي، يقول لي هنا بداية النص: Because the earth moves round itself، لأن الأرض تدور حول نفسها. It is dark in some places when it is light in others، يعني يكون هناك ظلام بمعنى الليل، يعني في بعض الأماكن عندما يكون هناك ضوء ويقصد به هنا النهار، يعني in others يعني في أماكن أخرى. At an international conference in 1884، في مؤتمر دولي في عام 1884، countries agreed to have a standard system of timekeeping، يعني اتفقت بلدان العالم أن يكون لديها نظام موحد للمحافظة على الوقت أو للاستفادة من الوقت اللي هو time keeping. They divided the world into 24 time zones، قسموا العالم إلى 24 منطقة زمنية أو إلى 24 منطقة زمنية، with Greenwich in London as the reference point، واعتبار غرينتش اللي اسم منطقة يعني في لندن إن هي النقطة المرجعية. We have here time zone map اللي هي الخريطة، خريطة المناطق الزمنية زي ما هو مبين أمامنا في الخريطة، يعني شايفين الخط اللي في النص اللي هو فيه الصفر اللي هو الزيرو مار بمدينة لندن وتحديدا بمنطقة غرينتش في لندن، لذلك سمي بخط غرينتش. بهذه الطريقة يعني قسموا على يمين الخط غرينتش يعني بلس 1 بلس 2 بلس 3 إلى بلس 12 عند زائد 12، وبعدين بالماينز 1 2 3 إلى 12، فأصبح حكي يعني فيه 12 على اليمين و12 على اليسار بالزائد وبالناقص، يعني اللي على اليمين حيكون توقيت زائد على غرينتش واللي على اليسار حيكون ناقص على غرينتش، وحنفهمه أكثر من خلال تكملتنا للنص. They divided the world into 24 time zones with Greenwich in London as the reference point. This is why we have the expression Greenwich Mean Time. ولذلك نحن لدينا التعبير المعروف بتوقيت غرينتش اللي هو Greenwich Mean Time اللي هو GMT.
The distance between each zone equals a time difference of 1 hour. المسافة بين كل منطقة زمنية وأخرى تساوي فارق في التوقيت ساعة واحدة. The distance between each zone equals a time difference of 1 hour. يعني لما نجي للخط صفر وللخط واحد اللي هو الخط العمودي معناها الفرق بين صفر واحد هو ساعة، الفرق بين واحد واثنين هو ساعة، الفرق بين صفر واثنين ساعتان، الفرق بين صفر وأربعة أربع ساعات وهكذا. في الزايد في الناقص كذلك الفرق بين صفر وواحد ساعة. يعني لما تكون في غرينتش في لندن الساعة 12 هتكون أي مكان في العمود اللي هو فيه بلس 1 هتكون الساعة 1، أي مكان في العمود رقم 4 مثلا أو 5 هتكون الساعة 4 أو الساعة 5 لو أنها الساعة 12، يعني في يعني فرق 4 ساعات دائما في الزايد. العكس لو أن يعني على اليسار لنفرض مثلا برازيليا الآن عندنا موجودة اللي هي في ماينز 3 ناقص 3 معناها هتكون أقل بثلاث ساعات، يعني 12 هتكون الساعة 9 وهكذا. The distance between each zone equals a time difference of 1 hour. 12 hours GMT means 12 o'clock Greenwich Mean Time. يعني 12 hours GMT تعني 12 تماما بتوقيت غرينتش. When it is 12 hours GMT عندما تكون الساعة 12 بتوقيت غرينتش it is 1 o'clock local time in Libya. تكون الساعة الواحدة تماما في ليبيا. Because Libya is 1 hour ahead of GMT. لأن ليبيا متقدمة ساعة واحدة عن توقيت GMT. Brasilia is 3 hours behind GMT. برازيليا زي ما نشوفه في الخريطة أمامنا يعني متأخرة 3 ساعات، يعني 12 o'clock or 12 hours GMT معناها هتكون 1 o'clock in Libya. وكم هتكون في برازيليا نفس الساعة هذه؟ yes هتكون 9 o'clock in برازيليا لأنها أقل 3 ساعات من غرينتش. Exercise B. Look at the time zone map. انظر إلى خريطة المناطق الزمنية. Match these countries with the capitals. لائم هذه البلدان مع العواصم. عندنا العواصم موجودة في الخريطة. برازيليا، لندن، روم، فاليتا، أثينز، تريبولي، كايرو، موسكو، إسلام آباد، بيجين، طوكيو، كامبرا. هذه هن العواصم الموجودة. وأمامنا أسماء الدول: ليبيا، جابان، إيجيبت، إيطالي، غريس، روسيا، باكستان، أستراليا، مالطا، برازيل، إنجلند، تشاينا. عندنا طريقتين نقدر نستعملهم، نقدر نقوله على سبيل المثال: The capital of Libya is Tripoli. The capital of Libya is Tripoli. أو نقدر نقول Tripoli is the capital of Libya. نقدر نديرها بالطريقتين. وخلونا احنا نسمو البلدان قبل لان هن اللي موجودات وضحات امامنا، وبعدين تشوفوا انتم عن طريق الكتاب امامكم اسماء العواصم ربما تكون اكثر وضوحا. The capital of Libya is Tripoli. The capital of Japan is Tokyo. عاصمة اليابان طوكيو. The capital of Egypt is Cairo. عاصمة مصر القاهرة. The capital of Italy is Rome. عاصمة إيطاليا روما. The capital of Greece is Athens. عاصمة اليونان أثينا. The capital of Russia is Moscow. عاصمة روسيا موسكو. The capital of Pakistan is Islamabad. عاصمة باكستان هي إسلامabad. The capital of Australia is Canberra. عاصمة أستراليا هي كامبرا. The capital of Malta is Valletta. عاصمة مالطا هي فاليتا. The capital of Brazil is Brasilia. عاصمة البرازيل هي برازيليا. The capital of England is London. عاصمة إنجلترا هي لندن. The capital of China is Beijing. عاصمة الصين هي بكين.
بعدين عندنا تدريب في التمارين سي اكسرسايز سي هو للتعرف على يعني كيف نعرف الفرق التوقيت بين مدينة وأخرى. وكيف ما حكينا يعني فرق التوقيت يكون عن طريق التايم زون ماب اللي أمامنا والخطوط اللي موجودة أمامنا. يعني على سبيل المثال هذا طبعا يقول لي ask and answer questions with a partner، يعني اسأل وأجب أسئلة مع زميلك أو مع شريكك. السؤال اللي أمامنا when it is 2 o'clock in London، عندما تكون الساعة الثانية في لندن. What time is it in Tripoli؟ What time is it in Tripoli؟ كم تكون الساعة في طرابلس؟ طبعا أنا باش نعرف الساعة كم تكون يعني نجي نشوف الفرق بين لندن وتريبولي. لندن طبعا هي موجودة عليه خط غرينتش وفيها الساعة كم؟ فيها الساعة 2. خلونا نحسب الفرق بين لندن وتريبولي. وين قاعدة تريبولي؟ بلس 1، قاعدة في الخط اللي هو بلس 1. إذن تريبولي هتكون متقدمة ساعة واحدة على لندن. إذن ما دام الساعة الثانية في لندن نزيدها هنا ساعة اللي هو فرق التوقيت بيناتهن، حتكون الساعة كم؟ الساعة الثالثة. لذلك الإجابة مكتوبة أمامنا It's 3 o'clock. نأخذ مثال آخر على سبيل المثال بنفس الطريقة الموجودة أمامنا When it is 5 o'clock in Cairo، لما تكون الساعة الخامسة في القاهرة مثلا. What time is it in Tokyo؟ كم يكون الوقت أو كم تكون الساعة في طوكيو؟ نحسب هنا الفرق بين كايرو طوكيو. كايرو موجودة وين؟ في بلس 2. طوكيو موجودة في بلس 9. باهي الفرق بين بلس 2 وبلس 9 سبع ساعات. سبع ساعات يعني ahead or behind، لازم نحدد ahead or behind. طبعا مدام هي على اليمين معناها ahead، متقدمة يعني. إذن طوكيو متقدمة سبع ساعات على كايرو. باهي بما أن الساعة الخامسة في القاهرة هنزيدنا سبع ساعات على الخمسة، هتكون الساعة كم؟ هتكون الساعة الثانية عشرة. يعني لو أنها خمسة مساء هتكون الثانية عشرة ليلا، لو أنها خمسة فجرا هتكون الثانية عشرة ظهرا الساعة الخامسة، وفرق نزيد سبع ساعات. إذن when it is 5 o'clock in Cairo، what time is it in Tokyo؟ It is 12 o'clock. تمام؟ وبنفس الطريقة لو أعطاني يعني مدينة وطلب مني أني نعرف الفرق على مدينة أخرى تكون سابقة لها، نرجع بالعكس وننقص. يعني الساعة مثلا 3 في إسلام أباد، كم تكون الساعة في كايرو؟ نشوف إسلام أباد وين موجودة. إسلام أباد موجودة في بلس 5 وكايرو موجودة بلس 2، معناها القاهرة أقل بثلاث ساعات من إسلام أباد. مدام الساعة 3 في إسلام أباد معناها تكون الساعة 12 في القاهرة، وهكذا. الآن يعني سأعيد قراءة النص لكن هذه المرة بدون ترجمة وبدون شرح. Now I read the text again but this time without translation and without explanation. Because the earth moves round itself. It is dark in some places when it is light in others. At an international conference in 1884, countries agreed to have a standard system of timekeeping. They divided the world into 24 time zones, with Greenwich in London as the reference point. This is why we have the expression Greenwich Mean Time, GMT. The distance between each zone equals a time difference of 1 hour. 12 hours GMT means 12 o'clock Greenwich Mean Time. When it is 12 hours GMT, it is 1 o'clock local time in Libya, because Libya is 1 hour ahead of GMT. Brasilia is 3 hours behind GMT. This is the end of the lesson. Thank you very much and good luck for all of you. كيف ما تابعنا في الدرس الأول في الوحدة الأولى اللي هو Time Zones،
الدرس طبعا يعني ما فيش يعني قواعد وما فيش حاجة معقدة، يعني كلها معلومات، يعتمد على حفظ المعلومات وعلى تذكر هذه المعلومات، البلدان والعواصم وبعض المعلومات المتعلقة بمسألة الفروق في التوقيت بين مناطق وبين دول العالم. ربما يعني في شيء واحد، ربما جملة واحدة قابلتنا يعني كان فيها زمن الباص اللي هو countries agreed، اللي هي يعني أن الدول اتفقت، ولكن ما فيش تركيز على القواعد، يعني كل الدرس كان في الـ present simple، درس سهل يعتمد فقط على المعلومات. ونتمنى أن يكون يعني كان الشرح يعني واضح ووافي، وأن إنكم استفدتم منه بإذن الله تعالى. نلتقي بإذن الله تعالى في الدرس القادم. تابعوا دائما برنامج English for Libya Preparatory 3، ونتمنى لكم التوفيق بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.